بسم الله الرحمن الرحيم. فالفريق اليوم ان شاء الله غادي يلعب مع فريق المنصوريه في الدوره الثالثه. نتمنى بان الفريق يكون حاضر ذهنيا باش ان شاء الله نفوزوا بثروه ثلاثه النقط. لما لا؟ لان الفريق ان شاء الله نحاولوا الماكسيموم باش نوجدوا فريق مثالي، لان رغم الظروف الصعبه اللي اشتغلنا فيها فالمجموعه بان كوناها في واحد الوقت وجيز بالانتصارات اللي حققناها في الكاس العرش، عطاتنا دفعه كبيره باش ان شاء الله نسيروا البطوله الوطنيه. لان ان شاء الله المسؤولين ولا الجمهور يساندوا الفريق باش ان شاء الله نحققوا على الاقل بطاقه العبور، لان الفريق عنده تاريخ، عنده امجاد، خصو يرجع للمكانه ديالته. نتمنى على الله اننا هذه السنه هذه نحاولوا جاهدين باش ان شاء الله نقدموا هذا الانجاز للفريق، للجمهور ديالنا اللي هو غيور ومحب للفريق. نتمنى على الله ان هذه الثلاث نقاط هذا ان شاء الله اللي ناخذوها المنصوريه تساعدنا باش ان شاء الله نكمل المسيره ديال البطوله. ونتمنى بان اللاعبين اليوم يكونوا حاضرين كما قلت لك ذهنيا، لان بدنيا وتقنيا فهموا في مستوى. نتمنى على الله اننا كما تيقولوا يسعفنا الحظ باش ان شاء الله ناخذوا ثلاث نقاط من المنصوريه. عندنا مجموعه كان متمرسه خاصه في الهوات، لاعبين عندهم طموح باش يكونوا على الاقل في البطوله القسم الاحترافيه الثاني، لان لاعبين باقيين صغار، باغين عندهم طموح، باغين يكونوا يشوفوا راسهم انهم في القسم الوطني الاول. نتمنى على الله ان هذ اللاعبين هادو يحقق لهم الله المراد، لان لاعبين في المستوى، عندهم امكانيات كبيره، تقنيات كبيره. نتمنى على الله باننا ان شاء الله كما تيقولوا نعاونوهم باش ان شاء الله يكونوا في المستوى الرفيع هذه السنه. منتوج القاسمي عبد الكريم؟ كاين منتوج قاسمي كبير، لان عندنا طاقات شابه، تقريبا واحد 10 العناصر تاهي قحمتها في الفريق وخليتها عندنا في اللائحه ديال الفريق. عندهم مستوى، خصهم واحد التجربه مع هاد اللاعبين اللي عندهم تجربه يكسبوها ان شاء الله، وعندي اليقين باننا غادي يكونوا حاضرين ان شاء الله في الاياب ديال البطوله ان شاء الله.